بيم بيم، ايه اللي حصل؟ زرعت ليه؟ وين دخلك التلاجة؟ انا كل اللي فاكره ان ركبت الميكروباص مع ولاد عمي ورحنا فايد. انا شفت البحر من هنا ورحت ناطط من لان رجعت ورا، صح؟ ايوه انا رجعت. ايوه افتكرت افتكرت، انا دخلت المطبخ فتحت نور المطبخ، فجاه باب المطبخ اتقفل وانا اتشفطت ورحت فيني وجعك فيني وجعك فيني وجعك واتكتفت. قعدت اقاوم اقاوم لحد لما فكيت نفسي بطريقه كده كنت كاتبها فيلم من افلامي. بفتح عينيا لقيت نفسي في التلاجه، قمت فاتح علبه تونه على طول. فاتح علبه تونه؟ مش عشان اكلها والله، ما تفهمنيش غلط، عشان العفاريت، العفاريت بتخاف من التونه. لا الموضوع ده ما يتسكتش عليه.